بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المشهد. اليوم هنتكلم عن التحركات الدولية من أجل إصلاح مجلس الأمن وتغيير تركيبة مجلس الأمن، وأيضا هنتكلم عن حق الفيتو. فبعد مرور أكثر من 70 عام على إنشاء الأمم المتحدة كمنظمة عالمية، يبدو أن السلم والأمن في الدوليين في خطر. الحروب تتزايد وأيضا النزاعات العرقية والأهلية تتعالى وتيرتها، وكان هناك مطالبات من عدة دول من بينهم الولايات المتحدة من أجل إعادة إصلاح تركيبة مجلس الأمن والأمم المتحدة. هنناقش نجاح المبادرات المتعددة لإصلاح عمل وهياكل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهناك عدة أسئلة بتلقي بظلالها على هذا الموضوع. هل هناك عراقيل خاصة بحق الفيتو إنها تقدر توقف المبادرة الخاصة بحق الفيتو، والسعية للحد من تأثير هذا الحق؟ هل هتلقى قبول؟ هل هناك عراقيل؟ كل ده هنناقشه النهارده مع الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بك يا دكتور بشير. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتور بشير، قبل ما نتكلم بشكل مفصل عن هذا الموضوع، اسمح لنا نشاهد مع حضرتك والساده المشاهدين هذا التقرير اللي بيتكلم عن هذا الموضوع. تفضل. يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن. وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة، التي ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على الحرب في أوكرانيا. ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن، وفي إطار سعيها لإدانتها لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت. وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في فبراير الماضي، عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدة مسبقا بينما بدأت روسيا قصف جارتها. وفي خطابها مؤخرا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد عن دعمها للمقترحات العقلانية وذات المصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا. أشارت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو النقد، وهي بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على المعايير، وتعهدت بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق الفيتو إلا في حالات نادرة واستثنائية. وتسخر روسيا والصين من هذا النوع من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة التي تجاهلت مجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها الأسبق جورج بوش الابن لغزو العراق. ويقول خبراء أن الولايات المتحدة تشعر بقلق حقيقي إزاء عجز مجلس الأمن الدولي، مضيفين أنها طريقة ذكية أيضا لإحراج الصين وروسيا، لأنهما أكثر البلدان تحسسا من فكرة إصلاح مجلس الأمن. وتعكس الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ميزان القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة للهوية الروسية. وصدرت وجهة نظر جديدة عن أوكرانيا مؤخرا، مفادها بأن مقعد مجلس الأمن الدولي كان للاتحاد السوفيتي السابق وليس لروسيا. ويشكك مراقبون سياسيون بإمكان تطبيق أي إصلاح في مجلس الأمن طالما أن روسيا والصين تعتبران أن الأمر يعرض مصالحهما للخطر. رجعنا
لكم تاني مشاهدينا، وارحب مجددا بضيفي في استوديو النيل للاخبار الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور بشير، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع نرى ان الولايات المتحده الامريكيه اعادت للواجهه مره اخرى ملف اصلاح مجلس الامن، الاصلاح اللي هي عرضته لسنوات طويله، يعني برايك لماذا ارادت فجاه اظهار هذا الملف؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكثر دول العالم استفادة من الوضع الحالي سواء في الأمم المتحدة ككل أو في النظام الدولي أو حتى داخل مجلس الأمن الدولي. الأمم المتحدة نشأت 1945 بمبادرة أمريكية سنة 1942، احتضنت الولايات المتحدة المقر منذ العام 1951، وهي أيضا صاحبة أكبر إسهام مالي في ميزانية الأمم المتحدة. 25% من ميزانية الأمم المتحدة هي من إسهامات واشتراكات الولايات المتحدة الأمريكية، 35% من ميزانية قوات حفظ السلام الدولية مشاركة أمريكية، ومنذ العام 1991 نحن نعيش نظام عالمي أحادي القطبية. الولايات المتحدة تهيمن على هذا النظام وتهيمن على منظمة الأمم المتحدة. إلى جانب ذلك، الولايات المتحدة تحتفظ بحق الفيتو إلى جانب 4 دول أخرى منتصرة في الحرب العالمية الثانية. ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأت تظهر مطالبات بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتعديل ميثاق الأمم المتحدة. الولايات المتحدة لم يكن لديها حماس لهذا الأمر وكانت ترفض عمليات الإصلاح، لكن الجديد في الأمر أنه منذ فبراير الماضي وبدء العدوان أو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت روسيا تستغل وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون صدور قرار بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. أيضا روسيا كانت تقف إلى جانب نظام الأسد واستخدمت حق الفيتو أكثر من مرة للحيلولة دون إدانة هذا النظام. ومن ثم بدأت الولايات المتحدة تكتشف أن وجود دول مناهضة لها مثل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي واحتفاظها بحق الفيتو يعرقل المصالح الأمريكية، وأيضا يعني ينافس الهيمنة الأمريكية على العالم. لذلك بدأت الولايات المتحدة تصغي إلى فكرة إصلاح مجلس الأمن أو فكرة استخدام حق الفيتو. قبل أشهر قلائل ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قدمت مبادرة فيما يخص إصلاح مجلس الأمن، اشترطت فيها على الدول الأعضاء ألا تستخدم حق الفيتو إلا في أضيق الحدود، حينما يكون هناك موضوع معقد للغاية لا يمكن أن يتم تسويته إلا من خلال استخدام حق الفيتو، وأن يكون للجمعية العامة للأمم المتحدة دور عند استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وأن تلتزم الدول التي تستخدم حق الفيتو بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، وفي ذلك إشارة لكل من روسيا والصين. لكن هذه الاستجابة الأمريكية لا تعتبر استجابة لمسألة إصلاح مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وإنما تتعلق فقط بدور روسيا والصين في المجلس واستخدامهما لحق الفيتو بما يناهض المصالح الأمريكية. لذلك لا يمكن القول إن الولايات المتحدة تريد إصلاح مجلس الأمن، لا يمكن القول إن الولايات المتحدة تريد إصلاح الأمم المتحدة، لأن الوضع الراهن يخدم المصالح الأمريكية. المشكلة لدى واشنطن هو أن روسيا التي لديها حق الفيتو والصين التي لديها حق الفيتو يمكن أن يعرقل المصالح الأمريكية سواء داخل المنظمة الدولية أو خارجها. يعني من وجهة نظر حضرتك أن هذا المشروع أو هذه المبادرة الخاصة باستخدام حق النقد الفيتو هتلقى قبول داخل المجلس؟ لا أعتقد ذلك، لأنه ميثاق الأمم المتحدة يتكون من 111 بند، المادة 108 والمادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة هما اللتان تنظمان عملية إدخال التعديلات على الميثاق أو إصلاح الأمم المتحدة. هاتان المادتان تشترط على إدخال أي إصلاحات أن توافق الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن ويوافق ثلث أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. احنا عندنا في الجمعية العامة 193 دولة عضو، وبالمناسبة دول مش عدد أعضاء دول العالم، احنا عندنا في العالم حوالي 220 كيان سياسي في العالم. الأعضاء في الأمم المتحدة 193، يشترط موافقة ثلث أعضاء الجمعية العامة على أي تعديل من بين الثلثين
الدول الخمسة الأعضاء في مجلس نعم. الأمن. وبالتالي إذا الولايات المتحدة حركت أي مبادرة للإصلاح لا ترضى عنها روسيا أو الصين، سوف تستخدمان حق الفيتو لإجهاض هذه المبادرة، ومن ثم لا يمكن إصلاح الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو ما يتعلق بحق الفيتو أو النقد دون موافقة الدول الخمس وموافقة ثلث أعضاء الجمعية العامة. لذلك لابد من توافق روسيا والصين مع الولايات المتحدة إذا ما كانت هناك رغبة في إصلاح مجلس الأمن أو ما يتعلق بمسألة حق الفيتو أو النقد. إذا نعتبر أن في الوقت الراهن أن هناك لا توجد علاقة بين الولايات المتحدة وروسيا خاصة بعد الحرب على أوكرانيا، إذا هذا هو العائق الأكبر أنه لن يكون هناك اتفاق بين هاتين الدولتين. هذه إشكالية في مجلس الأمن الدولي أنه الدول الخمس الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي التي احتفظت لنفسها بحق الفيتو، وهي التي يمكن أن تعطل عمل المنظمات الدولية. نعم. بالمناسبة حق الفيتو يمنح في ثلاث مواضع، يعني مش بس مسألة تعطيل القرارات، لا، هو ممكن يعطل قرار، ممكن يعطل انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة، رقم ثلاثة يعطل مسألة الإصلاح، لأنه أنت في إصلاح الأمم المتحدة ميثاقا أو إجراءات أو أشياء من هذا القبيل أو في اتخاذ قرارات أو في تعيين الأمين العام، من حق الدول الخمس أنها تستخدم الفيتو وتجهض هذا القرار، وبالتالي ثلاث مواضع للتأثير في أداء المنظمة الدولية. الدول الخمس كانت بتفترض في البداية أنها متماسكة متناغمة، أنها متفاهمة فيما بينها، وأنها ستظل دائما هي القائد للنظام العالمي. ما حدث الآن أن هذه الدول لم تعد وحدها هي القائد، عندنا النهاردة اليابان، عندنا ألمانيا، عندنا الهند، عندنا البرازيل، دول صاعدة ومؤثرة. نعم. إلى جانب ذلك أن الدول الخمس لم تعد في حالة من التوافق كما كانت بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة. اليوم مجلس الأمن منقسم، عندنا الصين وروسيا في جانب، وفي الجانب الآخر الولايات المتحدة ومعها فرنسا وبريطانيا. نعم. لذلك هناك انقسام ولا يوجد توافق بين الدول الخمس، وهذا يؤثر سلبا على أداء الأمم المتحدة وعلى أداء مجلس الأمن الدولي الذي يعد الشرطة البوليسية للأمم المتحدة. نعم. يعني هو اللي معاه الأداة الزجرية، هو اللي معاه استخدام القوة. نعم. ولكن دكتور بشير، مجلس الأمن عجز في اتخاذ قرارات حاسمة إزاء عدد من القضايا المرتبطة بشكل مباشر أو بغير مباشر بمصالح أي من الأعضاء في عضويته. هل ده بيعتبر خلل في هياكل الأمم المتحدة أم خطأ في تطبيق ما تم الاتفاق عليه من وجهة نظرك؟ طبعا منشأ الأمم المتحدة 1945 كان الهدف منه حفظ الأمن والسلم الدوليين. نعم. والحيلولة دون نشوب حروب عالمية، لأنه دايما بعد كل حرب عالمية كبرى كان بيبقى فيه نظام دولي. بعد الحرب العالمية الأولى كان فيه عصبة الأمم، دي منظمة. نعم. العالم بدأ يتحرك ليها وكان مقرها في جنيف، وكان الهدف منها إحلال السلم والأمن في العالم ومنع نشوب حرب عالمية جديدة. نعم. سقطت عصبة الأمم بنشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939، وبالمناسبة الولايات المتحدة لم تكن قد انضمت إلى ميثاق عصبة الأمم، وبالتالي فشل المنظمة في منع حرب عالمية أدى إلى انتهاء عهدها. لما جت الحرب العالمية الثانية العالم بدأ يفكر في منظمة دولية جديدة تكون أكثر نجاعة من منظمة عصبة الأمم وأكثر قدرة على الصمود، وحاول العالم الاستفادة من أخطاء التي شابت تجربة عصبة الأمم، ومن ثم جاءت الأمم المتحدة بتكوينها وتشكيلتها الحالية. لكن مشكلة حق الفيتو أنه وضع ومنح لدول بعينها، يعني هو وضع للمراجعة، بمعنى أنه لو بعض الدول اكتشفت أن في قرار تم تمريره لكنه يضر بالسلم والأمن الدوليين يمكن إجهاض هذا القرار، لكن للأسف الشديد أنه الدول الخمسة التي تحتفظ بهذا الحق يعني تستخدمه لتعطيل قرارات الأمم المتحدة، تستخدمه بما يعود على مصالحها بالنفع، ولا تراعي أي اعتبارات تتعلق بالسلم والأمن الدولي. يعني بدليل أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو عشرات المرات لنصرة إسرائيل. نعم. يعني إسرائيل كدولة معتدية، إسرائيل كانت تشن الحروب على جيرانها، إسرائيل تحتل الأراضي وتغتصب الحقوق، ومع ذلك تجد الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو لوقف أي قرار لإدانة إسرائيل. روسيا تقف إلى جوار نظام بشار الأسد رغم الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه. تجد أن كل دولة تحاول أن توظف حق الفيتو لخدمة مصالحها وحساباتها السياسية بعيدا عن الغرض الذي من أجله منحت حق الفيتو، وهو تسهيل عمل المنظمة الدولية ومراجعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي. لذلك نجد أنه
الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي صاحبة حق الفيتو حينما تكون طرفا أو خصما في قضية تستخدم حق الفيتو لخدمة موقف. الدليل روسيا في الحرب الأوكرانية. روسيا الآن تمنع المجتمع الدولي من إدانتها أو اتخاذ إجراءات من خلال الأمم المتحدة لأنها تستطيع أن تجهض أي قرار باستخدام حق الفيتو، سواء الصين انضمت لها أو لم تنضم. الفيتو فيتو وحيد يجهض أي قرار، لأن تمرير أي قرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء من 15. مجلس الأمن 15، 5 دائمين و10 غير دائمين. الغير دائمين بيتجددوا كل سنتين بينما الخمسة دائمين بشكل دائم. طيب إمتى القرار يعتمد من مجلس الأمن الدولي؟ إذا وافق عليه 9، الخمسة الدائمين زائد 4 غير دائمين. طيب الأربعة الغير الدائمين موقفهم مش مهم أو قد الخمسة الدائمين، لو واحد من الأعضاء الخمسة الدائمين أعترض. استخدم حق الفيتو سقط هذا القرار. وبالتالي وجود أعضاء دائمين أطراف في نزاعات أو خصوم في نزاعات أو صراعات دولية يشكل عائقا أمام تفعيل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل تسوية النزاعات وإنهاء الصراعات. طيب إيه هي مبادئ واشنطن لإصلاح مجلس الأمن؟ طبعا ما كانش في تصور امريكي واضح لاصلاح مجلس الامن او اصلاح الامم المتحده، لانه زي ما قلنا وضع الامم المتحده الراهن يخدم المصالح الامريكيه بالاساس. الولايات المتحده بتستضيف المقر من سنه 1951. نعم. هي التي تنفق بسخاء على الامم المتحده، وبالتالي هي تتحكم في القرار. الى جانب ذلك الولايات المتحده تمنح غالبيه اعضاء الامم المتحده مساعدات، يعني تجدي انه نظام التصويت في الجمعية العامة عشرات الدول تتبنى نفس مواقف الولايات المتحدة. نعم. يعني الولايات المتحدة موافقة على موضوع معين تلاقي عشرات الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية واسيا تحذو حذو الولايات المتحدة لانها تتحصل منها على مساعدات، وبالتالي هي مهيمنة ومسيطرة، والوضع الراهن للمنظمة الدولية يخدم مصالح الولايات المتحدة. كانت دائما محاولات الاصلاح من خارج الدول الكبرى، يعني نعم. مثلا في عام 1997 خرج إسماعيل غزالي، ده كان مندوب ماليزيا في الأمم المتحدة، قدم تصور اسمه خطة غزالي، يعني سميت باسمه. نعم. وهذه الخطة كانت لإصلاح مجلس الأمن فيما يتعلق بعدد الأعضاء، فيما يتعلق أنه يزود عدد أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين. أيوة. أنه يوصلوا ل20. كان أيضا مسألة استخدام حق الفيتو، يكون هناك قيود على استخدام حق الفيتو بطريقة أو بأخرى أو إلغاء حق الفيتو. وبالمناسبة من ضمن الدعوات التي ظهرت في هذا المضمار الدعوة لإلغاء حق الفيتو تماما، إنه لما يكون في قرار والدول تتفق عليه لا يكون من حق دولة وحيدة إجهاض هذا القرار. نعم. أيضا كانت في مطالبات سنة 2005 من كل من ألمانيا واليابان والبرازيل والهند من أجل الحصول على بقعة دائم في مجلس الأمن الدولي. الدول الأربعة دول بيقولوا إنه التمثيل المناطقي أو الجغرافي لمجلس الأمن الدولي غائب. إزاي؟ انه في امريكا الشماليه عندنا الولايات المتحده الامريكيه عضو دائم في مجلس الامن. في اوروبا عندنا 2، عندنا انجلترا وفرنسا. في اسيا عندنا الصين وروسيا. طب ماذا عن امريكا الجنوبيه؟ لا يوجد تمثيل لامريكا الجنوبيه. طب افريقيا؟ لا يوجد تمثيل لافريقيا في داخل الدول الدائمه العضويه بمجلس الامن. وبالتالي تجد انه مشاكل عديده وصراعات ونزاعات عديده موجوده في افريقيا. أكبر عدد أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية، ومع ذلك لا يوجد تمثيل لهذه الدول بين الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. ومن هنا تجري المطالبات بتوسيع نطاق المشاركة في مجلس الأمن الدولي مناطقيا وجغرافيا بطريقة أو بأخرى. الولايات المتحدة ليست راغبة في هذا الأمر. نعم. لذلك لا يوجد تصور أمريكي واضح لإصلاح المنظمة الدولية. فقط كما أشرت في البداية أنه ليندا جرينفيلد قدمت تصور يتعلق باستخدام حق الفيتو. نعم. يعني الولايات المتحدة لم تتحدث عن توسيع عضوية مجلس الأمن، لم تتحدث عن زيادة عدد الدول الدائمة، وإنما تحدثت عن قيود على استخدام حق الفيتو وتحديدا من روسيا والصين. يعني هي ممكن لم تسمي روسيا والصين صراحة، لكنها بالأساس هدفها تلجيم استخدام روسيا والصين لحق الفيتو. نعم. لكن هل هناك إرادة أمريكية حقيقية لإصلاح مجلس الأمن أو الأمم المتحدة؟ لو أن هناك إرادة كان الأمر يتصل بالميثاق، ميثاق الأمم المتحدة، بالأجهزة التي تتكون منها الأمم المتحدة، بعضوية مجلس الأمن، بالعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. كان الأمر يتصل بالوضع المالي، ميزانية الأمم المتحدة. في دول لا تدفع اشتراكاتها السنوية وفي دول تدفع بكثافة. يعني اليابان على سبيل المثال هي ثاني أكبر دولة تساهم في ميزانية الأمم المتحدة ولا تحتفظ بمقعد
دائم في مجلس الأمن وليس لها حق الفيتو. نعم. يعني أول دولة بتدفع أمريكا، تاني دولة اليابان، ومع ذلك اليابان ليست دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبالتالي هناك حاجة، خاصة أنه الأمم المتحدة أنشئت 1945. نعم. النهاردة احنا 2022. يعني لابد من إدخال تعديلات، لابد من إصلاح هذه المنظمة الدولية. بعض المراقبين طلبوا بتفكيك الأمم المتحدة ووضع منظمة جديدة أو نظام عالمي جديد أو مؤسسة جديدة تتناسب مع شكل النظام العالمي. نعم. الجديد، لأنه من الصعب 80 سنة نبقي على نفس بالفعل. المؤسسة. بالفعل دكتور بشير، هناك 57 دولة أعلنوا، من أعضاء الجمعية العامة أعلنوا دعمهم لإصلاح مجلس الأمن، لكن الخلاف هنا حول طبيعة هذا الإصلاح. إيه الفرق بين الإصلاح اللي طرحته الولايات المتحدة وبين ما طرحته دول سابقا؟ إنه الولايات المتحدة رؤيتها مسيسة. مسيسة بمعنى بيحكمها اعتبارات وحسابات سياسية تخص المصالح الأمريكية فقط. نعم. ولا تخص النظام الدولي أو نجاح المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وإنما هي حسابات سياسية أمريكية صرفة. زي ما قلنا إنه الهدف إن روسيا والصين، يعني بالنسبة للولايات المتحدة للأسف الشديد هاتان الدولتان دائمة العضوية في مجلس الأمن ولديهما حق الفيتو. نعم. لو إن الولايات المتحدة لديها السلطة لانتزعت حق الفيتو من روسيا والصين. نعم. قبل كده ما كانتش الولايات المتحدة بتطالب كما قلنا بعملية الإصلاح، لكن الدول الـ 57 ومعها دول أخرى بترى أنه أولا المنظمة الدولية باتت عتيقة لأبعد الحدود، زي ما قلنا قرابة 80 عاما هي عمر منظمة الأمم المتحدة ولم يتم إدخال أي تعديلات أو إصلاحات جوهرية عليها. بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وهو مصر الجنسية وأستاذنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قدم طرح حينما كان أمينا عاما للأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد لم يتم تمرير هذا الإصلاح. نعم. خصوصا أنه لم يحصل على ولاية ثانية بسبب الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو ضده، وبالتالي لم يتم الإصلاح. الفكرة أنه الدول شايفة أنه هذا الميثاق قديم. نعم. أنه البنيان المؤسسي للأمم المتحدة قديم، وضع مجلس الأمن يكبل أداء الأمم المتحدة، بدليل أنه هناك صراعات دولية ممتدة عجزت الأمم المتحدة عن التعامل معها، زي الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع الهندي الباكستاني. انت نعم. بتتكلم عن صراعات عمرها عمر الامم المتحده. نعم. يعني الصراع الهندي الباكستاني من سنه 1947، استقلال الهند وباكستان عن بريطانيا، اتقسمت للهند وباكستان والحروب ما بينهم قامت، ولحد النهارده اقليم كشمير بين الدولتين لا زال محل خلاف وسبب لتوتر. هنتكلم عن موضوع الصراع العربي الاسرائيلي فلسطين لحد النهارده. فالامم المتحده عجزت عن التعامل مع قضايا، اضافه الى التحديات الجديده، المناخ، البيئه، مسألة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتوريد، الأوبئة والجوائح الوبائية. نعم. كل هذه الأمور عجزت الأمم المتحدة على التعامل معها بكفاءة. نعم. دكتور بشير، اسمح لنا معنا عبر الهاتف الأستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي. أهلا بيك يا أستاذ عاطف. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بحضرتك. نتحدث عن أن هناك تحركات دولية لتغيير هيكلة وتركيبة مجلس الأمن والأمم المتحدة، يعني برأيك ما تأثير الخلافات بين الدول الخمس الكبرى على محاولات إصلاح عمل وهياكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؟ يعني زي ما تفضل الأستاذ بشير وحدث أن المصالح أو الانقسام الموجودة في مجلس الأمن ما بين الكتلة التي تمثل الغرب والكتلة المقابلة لها التي تمثل الشرق، الثلاث دول أمريكا و بريطانيا وفرنسا في مقابل روسيا والصين، الصراع الان على مستوى العالم سوف يمنع بشكل كبير جدا اي تغيير يمكن ان يحدث في هيكله مجلس الامن. لكن هي قصه اصلاح الامم المتحده اتصور انها محتاجه يعني الدخول بعمق اكثر فيما يخص تاسيس الامم المتحده وعملها خلال ما يقرب من ثلاث اربع اقطار عمرها منذ ان نشات حتى الان. يعني انا عايز اقول ان عضوه الامم المتحده عندما تشكلت لم تكن امريكا موجوده فيها، وتم استخدام الشيوعيين، وهنا انا بقول الشيوعيين لانهم يمرروا الفكره في الدخل الامريكي للشعب الامريكي ثم يؤسسوا للامم المتحده بشكلها اللي موجود الان عليه الان لخدمه ما يسمى النظام العالمي الجديد اللي كان بيتشكل في هذا الوقت. وانا اتصور ان النيه العالميه كانت في هذا الوقت لديها دخل كبير في الشكل الذي وصلت اليه
او الذي تاسست عليه الامم المتحده منذ تاسيسها الى اليوم. وانا بكرر الثنائيه العالميه الاستاذ بشير ما جاش على ذكرها، لكن انا اتصور في الثنائيه العالميه والذين يرمون الى تاسيس نظام عالمي جديد هم اللي اسسوا الامم المتحده على هذا النهج وعلى هذه الشكله، وتتحكم فيه قوى كبيره. وكان المفروض الولايات المتحده ان تهجم بعد كده الحرب البارده، تهجم استراليا وتصبح هي القطب الواحد. يعني خلينا نقول هذه الامور تدخلت بشكل كبير في تكوين الامم المتحده وفي عمل الامم المتحده. الامم المتحده كانت في البدايه في توافق فيما يخص المصالح بشكل للخمس دول الاعضاء دائمة العضويه، عندما اختلفت هذه المصالح وعندما تداخلت الامور واصبحنا في الوضع الحالي العالمي، لابد كان ان يحدث هذا الانقسام، يعني هذا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي من العلاقه ما بين الشرق والغرب، والذي دوره سوف يعني يمنع بشكل كبير اي اصلاح خاص بالامم المتحده. لكن انا بس قبل ما انتقل او اسمع سؤال حضرتك التالي، عايز اقول ان الامم المتحده اصلاح الامم المتحده لا يجب ان يتوقف فقط عند مجلس الامن. اصلاح الامم المتحده اعتقد ان هذا النظام يعني اصبح عفى عليه الظهر وانكشف كل اهدافه، لابد ان يعني ينول او يطول الاصلاح اجهزه الامم المتحده الرئيسيه الخمسه او السته، لابد ان يطول عمل الوكالات المختصه، لانها لا تخدم الا الفكر انا بقول الفكر قبل السياسه وقبل الفكر الصهيوني العالمي. تفضل. نعم استاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور بشير، يعني واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع، هل يعني الى اي مدى يبدو هذا المشروع حل واقعي وعملي، خاصه للاخفاقات اللي نقدر نقول ان هي متتاليه واللي بيتعرض لها مجلس الامن الدولي في العديد من الملفات والقضايا؟ اي منظمه دوليه او اقليميه الحكم عليها، يعني من الظلم ان احنا نتهم الامم المتحده بانها بحد ذاتها فاشله. نعم. جامعه الدول العربيه جامعه مكبله، يعني هي عباره عن ايرادات الدول الاعضاء، يعني جامعه الدول العربيه مش المبنى اللي موجود في ميدان التحرير في القاهره، لا هي الاعضاء. مفيش اراده حقيقيه لتفعيل دور الجامعه العربيه. برضو الامم المتحده نفس الشيء. ما اقدرش اقول ان المبنى الزجاجي اللي موجود في نيويورك ده مبنى فاشل ويستحق الازاله. المساله الدول الاعضاء، الدول المهيمنه. الامم المتحده لما تاسست كانت انعكاس لنظام عالمي نشا بعد الحرب العالميه الثانيه. هذا النظام العالمي كانت تهيمن عليه الدول المنتصره، الولايات المتحده وحلفاء الغربيين، وفي الوقت ده كان معاهم روسيا والصين. بمرور الوقت جاءت الحرب البارده، تحولت روسيا الى عدو بالنسبه للولايات المتحده والدول الغربيه، فانقسموا، فاصبح المجتمع الدولي ومصير العالم وهدف الامم المتحده المتمثل في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين مرهونا بامكانيه التفاهم او عدم التفاهم ما بين الطرفين اللي هو المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. للاسف الشديد، فاصبحت الامم المتحده اسيره للتوافق او الخلاف ما بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي، وحاليا ما بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه. حق الفيتو هو نموذج لهذا الامر، لانه حق الفيتو وضع اساسا ليكون يعني زي درجات التقاضي كده في القضاء. احنا عندنا من ضمن القضاء العادل ان يكون في متعدد الدرجات. عشان تقدر ان انت بعد الدرجه الاولى ترجع للدرجه الثانيه او الدرجه الاعلى. برضو في الامم المتحده كان المطلوب انه جمعيه عامه ثم مجلس الامن ثم حق الفيتو بعد ذلك. حق الفيتو اسيء استخدامه، شفت اساءه استخدام السلطه، هو ده اللي حصل، ان الدول الكبرى بتستخدم حق الفيتو لتعطيل قرارات المنظمه اذا كانت تتعارض مع مصالحها، زي ما امريكا عملت مع اسرائيل في صراع العرب الاسرائيلي، وزي ما روسيا بتعمل مع النظام السوري وغيره من المواقف، وزي ما روسيا بتعمل مع نفسها. النهارده روسيا لا تسمح للمجتمع الدولي بادانتها بطريقه او باخرى. في حاجه مشروع اسمه المشاركه من اجل السلام، بيتيح للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم بدور مجلس الأمن إذا فشل أو عجز. لكن للأسف الشديد حتى هذا الأمر الولايات المتحدة تمنع الانتقال إلى هذا البند وتجعل مجلس الأمن مخولا بأداء هذا الدور. الأمثل، الحل الأمثل باعتقادي
هو تفكيك منظمة الأمم المتحدة بالأجهزة الستة اللي موجودة فيها، وفي القلب منها مجلس الأمن الدولي، وإلغاء حق الفيتو، وأعمل مؤسسة أو منظمة دولية جديدة تتناسب مع التغيرات التي طرأت على النظام العالمي. النهاردة عندنا قوة عالمية صاعدة، عندنا تغير في شكل النظام الدولي. صحيح إحنا لسه في مرحلة القطبية الأحادية أو الهيمنة الأمريكية، لكن لا يمكن الإبقاء على نظام أو مؤسسة أو ميثاق دولي مر عليه 70 عام. الآن إحنا النهاردة أكتر من 70 سنة بنتكلم عن ميثاق الأمم المتحدة والمنظمة الدولية. صحيح ونجح بنسبة 40 أو 50%، لكن لم يعد يلبي تطلعات المجتمع الدولي نحو السلم والأمن الدوليين. ومش عاوزين ننسى أنه حروب عديدة قامت في ظل هذا النظام، خروقات دولية عديدة قامت في ظل هذا النظام. العالم الآن مقبل على مرحلة شديدة الخطورة، وهي مسألة حوكمة البقاء. إنه الكوكب اللي احنا عايشين عليه النهاردة، واللي ملناش بديل بالمناسبة لهذا الكوكب، لأنه لو أصبحت الحياة غير ممكنة على كوكب الأرض لا يوجد كوكب آخر. كل الكلام عن إن احنا نروح المريخ أو نروح كوكب تاني زي أغنية مدحت صالح كوكب تاني، ده مستحيل. لو أن هذا الكوكب بات غير صالح سوف يبادل الجنس البشري والكائنات الحية. لذلك حوكمة البقاء أمر مهم. يعني إيه حوكمة البقاء؟ إن احنا نحط أسس وقواعد للحفاظ على البيئة، للحفاظ على التنوع البيولوجي، للحفاظ على أو مقاومة الاحتباس الحراري والتغيرات بالضبط، والتغيرات المناخية. وبالتالي الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة الحقيقة بتكلم النهاردة في كلمته عن مسألة التحديات الجديدة أمام العالم، البيئة، المناخ، كل التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد وعلى الحياة. هذه أمور تتطلب وقفة من العالم. الأمم المتحدة بوضعها الراهن لن تستطيع التعامل مع هذه التحديات. نحن بحاجة إلى حوكمة جديدة. إذن هل نقدر نقول أن الطرح اللي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة، هل هو رؤية لعالم جديد أم أنه محاولة لتحجيم خصومها؟ يعني الولايات المتحدة الآن بتتحرك في اتجاه معاكس لروسيا والصين. روسيا والصين يبحثون عن نظام عالمي يسمونه عادل، يسمونه ديمقراطي، عالم متعدد الأقطاب. طبعا في علم العلاقات الدولية لا يوجد مسمى النظام الدولي العادل أو النظام الدولي الديمقراطي، لأنه النظام الدولي هو نتاج لتفاعلات القوى. القوي أو الأقوى يهزم القوي ويصبح هو المسيطر. وبالتالي يعني بالضبط كده زي نظام الفتوات بتاع زمان في روايات نجيب محفوظ اللي كان بيتكلم عن ظاهرة الفتوات. بيجي فتوة مع فتوة، الأقوى اللي بيسيطر بيبقى هو المهيمن بعد ذلك. فالنظام الدولي كده، ويجب ألا ننتظر العدالة أو الرحمة أو المثالية من النظام الدولي، لأنه بيعكس مصالح الطرف الأقوى. النهاردة الصين وروسيا عايزين نظام متعدد الأقطاب، الولايات المتحدة عايزة تستبقي الأحادية القطبية، لأن احنا بنعيش نظام أحادي القطبية بتهيمن عليه الولايات المتحدة. النهاردة الولايات المتحدة بتجهض مساعي روسيا والصين لتغيير هذا النظام، لإيجاد نظام متعدد الأقطاب. فالرؤية الأمريكية لإصلاح مجلس الأمن هي مش إصلاح مجلس الأمن، هي يعني وضع أسس لاستخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن. عشان نبقى نتكلم بشكل دقيق، الهدف من كل ده استبقاء الهيمنة الأمريكية وإطالة أمد النظام أحادي القطبية، وليس الهدف منها إصلاح المؤسسة الدولية أو المنظمة الدولية لتكون أكثر فعالية، لتكون أكثر إيجابية، أو للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو لحوكمة البقاء كما قلنا على هذا الكوكب. وإنما ما يهم الولايات المتحدة هو استبقاء الهيمنة والنظام الأحادي القطبي. يبقى هل نقدر نقول أن الاستقطاب الناتج عن الحرب في أوكرانيا من الممكن أن هو يؤدي لدفن أي محاولات لإصلاح الأمم المتحدة؟ طبعا وجود استقطاب ما بين القوى الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن يحول دون تمرير مشروع إصلاحي حقيقي، لأنه للأسف زي ما قلنا الميثاق بيمنح هذه الدول حق استخدام الفيتو حتى ضد مشاريع الإصلاح. يعني لو افترضنا مثلا أنه 57 دولة أو 100 دولة في الأمم المتحدة قدمت مشروع لإصلاح المنظمة الدولية، لإصلاح مجلس الأمن، لإصلاح حق الفيتو، من حق الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو لإجهاض هذا المشروع أيضا، ولا يتم تمريره. وبالتالي العالم الآن أسير حالة الاستقطاب السياسي،
ما بين الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى. طالما أن هذا الاستقطاب السياسي موجود، وطالما أن القوى الكبرى لا تعير مصالح العالم ولا تعير التهديدات التي تحيط بالكوكب اهتماما يفوق اهتمامها بمصالحها الاستراتيجية، لا أتصور أن الأمم المتحدة ستعرف طريقها إلى عالم أفضل أو إلى تنظيم دولي أفضل يخدم السلم والأمن الدوليين. ونحن نتحدث عن الدول الخمس، نتحدث تحديدا عن الصين. حضرتك كنت ذكرت منذ قليل موضوع الصين والهند، ازاي يكون السبيل لاقناع الصين بانها تحول الهند لدوله دائمه العضويه، ان هو ان هذا الامر لا يشكل تهديد لها؟ زي ما قلنا ان القوى الكبرى اللي معاها حق الفيتو او دائمه العضويه اللي بيحكم تصرفاتها في مجلس الامن مصالحها، وليس مساله السلم والامن الدوليين اللي هو هدف اقامه الامم المتحده، او مساله حوكمه البقاء على الكوكب. دي مش حسابات الدول الكبرى، حسابتها مصالحها. وبالتالي الصين بينها وبين الهند صراعات وحروب قديمه وتنافس. النهارده الهند بقت الاقتصاد الرابع، بالامس صعدت يعني تخطت بريطانيا. كانت الهند رقم خمسة عالميا، يعني عندنا اول اقتصاد الولايات المتحدة، الثاني هو الصين، الثالث ألمانيا، الرابع كان بريطانيا، الخامس الهند. بالأمس الهند بقت الرابع وبريطانيا بقت الخامس. فالهند في صعود اقتصادي. الهند بقى انتجت اول مقاتلة هندية، طائرة مقاتلة هندية من حوالي 6 شهور، وعملت اول حاملة طائرات هندية، يعني هندية الصنع. ففي تطور الهند بتشهده بشكل كبير، وهي ثانية دول العالم من حيث التعداد السكاني. يعني عندها 1.4 مليار بني آدم بعد الصين مباشرة. وبالتالي الصين ترفض ان تحصل الهند على مقعد دائم في مجلس الامن الدولي. بالنسبة لليابان، الصين ايضا تعارض حصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الامن الدولي، لانه بين الصين واليابان يعني تاريخ صراعي طويل. اليابان قبل كده احتلت الصين ونكلت بالصينيين من قبل، وهناك مشاكل جيوسياسية متعددة ما بين الصين واليابان، وبالتالي ترفض الصين حصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي نجد أنه حسابات القوى الكبرى وموقفها من توسيع مجلس الأمن أو توسيع حق الفيتو يحكمها بالأساس حسابات مصلحية لدى هذه الدول، ربما تعرقل فكرة التوسيع أو منح دول أخرى. في بعض الدول كانت منحازة لمصر، أن مصر تحصل على عضوية دائمة في مجلس الأمن كممثل لأفريقيا. تجد أن دول بتقول لا، نيجيريا أو جنوب أفريقيا، بالنسبة لجنوب أمريكا اللاتينية هناك من يتحدث عن البرازيل، هناك من يرفض منح البرازيل. وبالتالي المسألة يحكمها حسابات مصلحية بحتة، ولكن لا تعلي من مصلحة الأمن والسلم الدوليين أي اعتبار. طيب سؤال أخير، إيه هو الدور العربي المنتظر من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي؟ طبعا المجموعة العربية في الأمم المتحدة أصبحت الآن مؤثرة بشكل كبير، وليس بخاف أن هناك دول عربية أسهمت في تأسيس الأمم المتحدة. يعني جمهورية مصر العربية كانت الدولة الرائدة العربية التي أسهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وتأسيس منظمة الأمم المتحدة. وهناك دول أخرى كالمملكة العربية السعودية أيضا. الآن الدول العربية لها تأثير قوي. مصر معروف تأثيرها الجيوسياسي بين قارات العالم ودورها في أمن الطاقة العالمي من خلال الغاز. عندنا المملكة العربية السعودية يعني أكبر منتج للنفط في العالم بعد روسيا، وكذلك دولة الإمارات لهم دور في أمن الطاقة العالمي. أنت تتحدث عن دول مؤثرة أيضا من حيث الموقع الجيوسياسي. الدول العربية يمر عبرها يعني 20% من تجارة العالم، سواء في باب المندب أو في الخليج العربي أو قناة السويس. وبالتالي أنت تتحدث عن دول عربية مؤثرة للغاية. يمكن لهذه الدول أن يكون لها دور في إصلاح الأمم المتحدة، شريطة أن يكون هناك موقف عربي موحد ورؤية متكاملة أو تصور واضح لهذا الإصلاح. يعني إذا اجتمعت الدول العربية على مشروع أو رؤية متكاملة، أتصور أنه يمكن أن يسهم بشكل كبير، يمكن طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحشد تأييد واسع داخل الجمعية العامة. لو حصل المشروع على موافقة ثلث أعضاء الأمم المتحدة الجمعية العامة، يمكن أن يمرر إذا ما لم يستخدم ضده حق الفيتو. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. حضرتك شرفتنا على شاشة النيل للأخبار. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد، إلى اللقاء.